بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل، من مسد من الشخصيات المذمومة في القرآن الكريم والتي أكد عليها وذكرها تحذيرا من فعلها ومن تصرفاتها السلبية شخصية أبي لهب وزوجته أروى وهي المعروفة والمكنات بأم جميل وهما مثال للزوج السيء الذي حمل مع الاسف طيله دهره لعنه الناس ولعنه القران ولعنه الملائكه فمن هو ابو لهب ومن هي زوجته اللذان عرفا في السوره المخصصه لهما في القران الكريم والتي تعرف بسوره المسد هذا ما سوف نعالجه في هذه الحلقه ان شاء الله ابتدئ معكم اعزائي المشاهدين في التعريف بابي لهب وبزوجته المعروفه بام جميل ابو لهب هو عبد العزه ابن عبد المطلب ابن هاشم وهو عم رسول الله صلى الله عليه واله نبينا محمد صلى الله عليه واله هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وابو لهب هذا هو عبد العزه ابن عبد المطلب ابن هاشم فهو عم رسول الله صلى الله عليه واله وعرف كما جاء في السوره المباركه وكما ذكر في كتب السير بابي لهب هل ان له ولدا يقال له لهب فكني بابي لهب؟ ليس كذلك وانما عرف بهذا اللقب وبهذه الكنيه لشده جماله واحمرار وجهه قالوا بانه كان ابيض البشره وكانت وجنتاه تحملان اللون الاحمر وكان ابوه عبد المطلب عليه السلام دائما يخاطبه يا ابا لهب لاحمرار وجنتيه ولشده بياض وجهه وبشرته واشراق هذا البياض هذا ما كان من امر ابي لهب واما زوجته وهي أم جميل فهي أروى بنت حرب ابن أمية هي أخت أبي سفيان وهي عمة معاوية المعروف تكنى بأم جميل واسمها أروى وصفها القرآن الكريم بحمالة الحطب يذكر القرآن الكريم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب وصفها بانها حماله الحطب ولماذا جاء هذا اللقب القراني لها لماذا وصفها القران الكريم بهذا الوصف قال ارباب السيار بانها كانت تحمل الاحطاب وتحمل الاشواك واغصان الحسك وتضعها في طريق رسول الله صلى الله عليه واله كانت تؤذي النبي باستمرار كما سيمر ان شاء الله في اثناء الحلقه فذكر القران الكريم صفتها انها كانت تحمل الحطب وتحمل الاشواك والحسك وتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه واله هذا قول لارباب السير قول اخر لهم انها قبل عدائها مع رسول الله صلى الله عليه واله كانت لذتها ومتعتها ان توقد نار الفتنه. تحب ان تشعل الفتن والمشاكل والخلافات في اوساط الناس. والعرب اصطلحت قديما ان الذي يقوم بالنميمه والفتنه ويحدث المشاكل ويؤجج نار الخلافات يطلق عليه عند العرب قديما بانه حامل حطب على اعتبار ان الفتنه نار والنار حتى توقد تحتاج الى حطب. فالفتنه لا تبتدئ الا بالمشاكل والنميمه واثاره القلاقل والحساسيات بين النفوس. فالذي يشعل نار الفتنه يقال له حامل حطب كالذي يشعل نارا بوضع الحطب فلهذا استخدم القران الكريم المصطلح العربي القديم لموقد نار الفتنه بانه حامل الحطب فاطلق على ام جميل انها حماله الحطب ثم زاد شرها كانت في السابق توقد نيران الفتن والمشاكل بين الجيران و في ارجاء مكه ثم زادت مهنتها وحرفتها بان اخذت توغر قلوب القرشيين واهل مكه على رسول الله صلى الله عليه واله. وكان همها وشغلها الشاغل ان تزيد من عداوه اهل مكه على رسول الله صلى الله عليه واله، فلهذا عبر القران الكريم عنها بانها حماله الحطب. نعود الى ذكر ابي لهب. أبو لهب هذا كان من أصحاب الأموال ومن أصحاب الثروات ذكروا عن أصل ثروته ومن أين استطاع أن يجمع هذا المال فقالوا أنه ابتدأ برأس مال صغير وتاجر فيه على اعتبار أن أهل مكة يتعاطون التجارة في رحلة الشتاء والصيف الرحلة إلى اليمن وإلى الشام دخل في التجارة فتوسعت تجارته وزادت ثروته هذا قول لبعض المؤرخين وارباب السير البعض الاخر يذكر قصه غريبه عن مصدر ثروه ابي لهب قالوا بانه في ذات يوم سرق كنوز الكعبه المشرفه الكعبه المشرفه عاده اذا جاءها الناس لزيارتها يحملون اليها الهدايا يحملون اليها التحاف من يمتلك ذهبا من يمتلك مالا يحمله ويجعله في الكعبه تكريما وتعظيما للكعبه في ذات يوم ابو لهب جاء خلسه وخفيه ودخل الى الكعبه وسرق مالها وكنوزها ثم قام يتاجر بهذه الاموال وبهذه الكنوز المسروقه حتى كبرت واتسعت تجارته وثروته وايا كان سبب الحصول على هذه الثروه ان كان من الطريق المشروع او من الطريق الغير مشروع فان القران الكريم يندد بابي لهب ويقول له بان هذه الاموال سوف لن تنفعك في يوم القيامه فلهذا قال عنه ما اغنى عنه ماله وما كسب ابو لهب هذا يتفاجا الجميع حينما يسمع بانه قبل ان يصدع النبي صلى الله عليه واله بدعوته، وقبل ان يدعو الناس الى الاسلام، كان محبا لرسول الله صلى الله عليه واله، اجل ابو لهب كان في بدايه امره محبا لرسول الله صلى الله عليه واله، كان يعامله كاحد ابنائه، كان يعامله كاحد اولاده. وذكروا ايضا من فرط حبه لرسول الله صلى الله عليه واله، انه لما بشر بمولد رسول الله البعض يقول بانه جاءه الخبر من احد الاشخاص والبعض الاخر من ارباب السير يحدد من نقل له الخبر قالوا انها جاريه من جوار ابي لهب وتسمى بثويبه ثويبه هذه سمعت بأنه قد ولد رسول الله صلى الله عليه وآله فجاءت فرحة مستبشرة إلى أبي لهب وأخبرته أن أخاه عبد الله أن أخاه عبد الله قد ولد له ولد أسمه محمدا فلما سمع أبو لهب بأن أخاه عبد الله قد ولد له ولد وأسماه محمد فرح بهذا المولود وأعتق جاريته ثويبة التي كانت قد بشرته بمولد النبي صلى الله عليه واله واهداها الى رسول الله صلى الله عليه واله وطلب منها ان ترضع رسول الله صلى الله عليه واله فلما كبر النبي كان ابو لهب يحبه حبا جما ويعامله كاحد ابنائه الى ان جاء الوقت الذي صدع فيه رسول الله صلى الله عليه واله بالرساله فهنالك انقلبت تلك المحبه في قلب ابي لهب الى عداوه والى شراسه والى صداميه والى وحشيه والى كره ابو لهب هذا كيف كانت نهايته كيف انتهت مسيره حياته كما اشار القران الكريم ذكر بانه سوف يخسر تبت يدا ابي لهب وتب التتبيب هو الخسران وهو الهلاك وكما اخبر القران الكريم عنه ابو لهب كانت عاقبته عاقبه سيئه كانت عاقبته وخاتمه حياته خاتمه مزريه مقززه ومنفره للنفوس ذكر ارباب السير والمؤرخون ان ابا لهب في نهايه حياته اصيب بالامراض الجلديه التي يطلق عليها انذاك في لغه العرب بداء العدسه العرب تسمي الأمراض الجلدية كالحصبة والجدري ونحوهما تطلق العرب على هذا الداء بداء العدسة ابتدأت تلك الأمراض المعدية تنتشر في جسد أبي لهب وصارت تنبعث منه الروائح النتنة حتى هجره محبوه والمقربون منه وحتى تركه حتى أولاده فكانوا لا يأتون إليه ولا يزورونه ولا يتفقدون امره وعاش بقيه حياته منعزلا منكفئا في داره لا يمر عليه احد حتى ذكروا بانه قد مات ولا يعلم بموته احد انما اكتشف اهل مكه ان ابا لهب قد مات وحيدا حينما انبعثت روائح تفسخ جثته كانت الناس اذا مرت على دار ابي لهب تصم أنوفها وتبتعد مستاءة من تلك الرائحة النفاثة المقززة جاءوا إلى أولاده قالوا لهم ألن تدفنوا أباكم لقد استاء أهل مكة من رائحته فقالوا لا طاقة لنا على أن نشم رائحته ألزم أهل مكة أولاد أبي لهب بأن يتخلصوا من جثة أبيهم انظر إلى سوء العاقبة فجاءوا إليه ودخلوا عليه في داره واذا بجثه ابي لهب الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه واله قد تفسخت وتهرات وانبعثت منها الروائح المزعجه المنفره فجاءوا اليه يسحبونه من طرف بساطه واستخرجوه من تلك الدار ثم باعدوه الى اطراف مكه ثم قالوا لهم ان اباكم لا بد ان يغسل ولا بد ان يدفن فكيف تصنعون معه قالوا لا طاقه لنا على ان نتقرب منه فصاروا يسكبون عليه الماء من بعيد ثم عوض ان يحفروا له قبرا وينزلوا في ذلك القبر صاروا يحثون عليه التراب ويرجمون عليه الحجاره حتى اطموه بالتراب والحجاره وانتهى ابو لهب وانتهى ذكره الى الخسران والى التتبيب والى الهلاك فمضى بسوء عاقبه وشر خاتمه كما اشار القران الكريم اليه تبت يدا ابي لهب وتب اي خسر وسوف يهلك وكما قال القران الكريم هذا هو ابو لهب لكن كيف ابتدات المواجهه مع رسول الله صلى الله عليه واله كيف تحول ذلك الحب في قلب ابي لهب الى كراهيه والى عداء الى درجه انه صار العدو الاول لرسول الله صلى الله عليه واله ذكروا في بدايه قصه المواجهه ان رسول الله صلى الله عليه واله لما اراد ان يصدع بالدعوه وان يخبر الناس بانه نذير من السماء صعد النبي صلى الله عليه واله على جبل الصفا ونادى في اهل قريش نادى في اهل مكه حتى اجتمعوا ثم طلب منهم النبي صلى الله عليه واله بعد ان عرفهم انه مبعوث من السماء وقال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا من كان حاضرا ما كان يؤذي احدا في مكه القرشيون واهل مكه يحترمون كل الناس ويحترمون البقعه التي هم فيها فكلهم التزموا الصمت ولم يبادر إلا عم رسول الله إلا الذي كان يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أبو لهب فذكر كلمة هذه الكلمة مزعجة آذى فيها قلب النبي صلى الله عليه وآله قال ألي هذا جمعتنا يا محمد تبا لك ثم صار بعد هذا يستمر في مسلسل الايذاء والاساءه الى رسول الله صلى الله عليه واله. كان النبي صلى الله عليه واله اذا خرج الى المواسم والى الاسواق واذا جاء عند الكعبه يبلغ رساله ربه ياتي ابو لهب من خلفه وياتي مع ابي لهب اولاده فكانوا يشتمون رسول الله صلى الله عليه واله. يندهون وينادون من خلفه هذا ساحر، هذا كذاب، هذا مجنون، لا تصدقوه وكان ابو لهب يكرر على مسامع رسول الله هذه العباره المؤلمه المؤذيه وينادي النبي دائما يا محمد تبا لك يا محمد تبا لك حتى نزل قوله تعالى في سوره المسد تبت يدا ابي لهب وتب اي ان رسول الله صلى الله عليه واله لن يخسر رسول الله هو الرابح وهو الباقي وانت الخاسر يا ابا لهب وانت الهالك يا ابا لهب هكذا كان ابو لهب وهكذا كان عداؤه مع النبي صلى الله عليه واله ولم يكن ابو لهب بمفرده كانت معه زوجته ام جميل وهي اروى بنت حرب كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه واله كانت تنتظر خروج النبي صلى الله عليه واله فتضع الاشواك والحسك في طريقه ذكروا في بعض السير ان النبي صلى الله عليه واله كان اذا نشر ثيابه للغسيل تاتي خلسه فتضع الاشواك في ثياب رسول الله حتى يتاذى النبي صلى الله عليه واله وكانت تقف امام رسول الله صلى الله عليه واله وتلقي عليه تلك الكلمات الصعبه الثقيله، كانت تقول له مذمما ابينا، ماذا يعني؟ رسول الله صلى الله عليه واله اسمه محمد، اي هو جامع المحامد كلها، فهي تقلب الاسم من من محمد الى مذمم، فتخاطبه بعكس اسمه الشريف، تقول له مذمما ابينا. وامره عصينا ودينه قلينا قالوا بانها كانت تمتلك قلاده وتلك القلاده ثمينه جدا مبلغها باهظ اخذتها وباعتها واخذت مال تلك القلاده وانفقت ذلك المال في عداء رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تدفع المال إلى الناس حتى يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد بشرها القرآن الكريم هو, هو ليس بتبشير وإنما هو إنذار وإنما من باب التهكم قال عنها القرآن الكريم في جيدها حبل من مسد يعني عوض تلك القلادة الغالية الثمينة التي أنفقتها من اجل عداء رسول الله صلى الله عليه واله سيعوضها الله تبارك وتعالى بقلاده من حبل من نار جهنم والمستجار بالله. هذا هو مثال الزوج السيء. هذا هو ابو لهب وهذه هي زوجته ام جميل وكيف تحولا من زوجين كان بمقدورهما بعنايتهما برسول الله صلى الله عليه واله ان يذكر فيذكرهما المسلمون ويترحمون عليهما تحولا الى زوج سيء الى نموذج سلبي صار لعنه الدهر نستفيد من قصه ابي لهب ومن قصه زوجته ام جميل يا احبتي ان نبعد انفسنا عن العصبيه وعن التعنت وعن مواجهه الحق كم من شخص منا كان في وقت من الاوقات على طريق الحق ولكنه لوهله حينما صغى الى ما يحمله عقله من عصبيه من عناد من تعنت وجعله هذا التعنت وجعلته هذه العصبيه يجانب الحق يرى الحق فعوض ان يكون من اصحاب الحق يكون في مواجهه الحق وفي صداميه مع الحق فخسر دينه وخسر المجد الذي وصل اليه وخسر الكنز الذي كان قد استطاع ان يجمعه بالتزامه كما خسر ابو لهب وكما خسرت زوجته يذكر بعض ارباب السير بان ام لهب في يوم القيامه في نار جهنم تحمل الحطب لتلقيها على النار التي تحرق زوجها ابا لهب نسال الله تبارك وتعالى ان يجنبنا شرور انفسنا وان يبعدنا عن العصبيه والتعنت لنحافظ على ديننا ولنكون الى الله تبارك وتعالى اقرب والحمد لله رب العالمين